تسمى كما قلت مدينة سيدونيا، كانت تسمى عند العرب الذين سكنوا الأندلس بشاذونة، يخفي إسلامه عن الإسبان، كان يحكم هذه المدينة وهو مسلم متخفي. لويسا إيسابيل دي توليدو هي دوقة هذه المدينة، وهي الدوقة رقم 22 من سلسلة العائلة النبيلة التي كانت تحكم هذه المدينة. قد التقت الدكتور علي بن منتصر الكتاني رحمة الله عليه، ومن الأسرار التي أطلعته عليه أنها أدخلته إلى قبوي قصرها فرأى منظرا عجيبا سبحان الله. هنا الوثائق وكذلك مسجد صغير، هذه وثائق خطيرة للغاية تثبت أن المسلمين لها قصة غريبة عجيبة في نهاية حياتها. فقد أخبرت الدكتور علي بن المنتصر الكتاني أنها لا تثق في الإسبان، سبحان الله، بصومعة ثم بأقواس وأبواب وما إلى ذلك، كل شيء يدل إن رأيته من بعيد على هيئة مسجد أندلسي. سياحة وتاريخ مع زكريا الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا. مدخل لسور المدينة، هذه المدينة التي دخلناها البارحة ليلا واليوم بدأنا بجولة فيها، تسمى مدينة سيدونيا، كانت تسمى عند العرب الذين سكنوا الأندلس بشاذونة، وهي على بعد 50 كيلومتر شمال قادش، مدينة قادش شمال شرق مدينة قادش. نلاحظ هنا صور المدينة القديمة بعد الدرج، وهناك كنيسة سنذهب إليها بعد قليل، بعض أسوار المدينة كان لها دوق أو وهي ألقاب لطائفة النبلاء من كل مدينة، دوق وكونت وما إلى ذلك. فكان هذا الدوق هو حاكم هذه المدينة أو المسؤول عنها المعين من طرف الملك. كان أحبتي في الله هذا الدوق يخفي إسلامه عن الإسبان، كان يحكم هذه المدينة وهو مسلم متخفي. كنيسة وفي هذه المدينة القديمة، ويظهر مدى قدمها، ويعني بنائها العتيق. قلت أن دوق هذه المدينة كان مسلما متخفيا، وطوال القرون التي كانوا مسؤولين عن هذه المدينة، لأن هذه صفة النبلاء يتم يعني يتوارثها الأبناء عن الآباء، ففي مطلع في منتصف هذا القرن كانت ابنة آخر دوق ذكر، كانت ابنته وتسمى لويسا إيسابيل دي توليدو، هي دوقة هذه المدينة، وهي الدوقة رقم 22 من سلسلة العائلة النبيلة التي كانت تحكم هذه المدينة. قلت أن الدوقة رقم 22 لهذه المدينة المسمى مدينة سيدونيا أو شاذونة بالعربية، كانت قد التقت الدكتور علي بن منتصر الكتاني رحمة الله عليه، العالم ومؤسس علم الأقليات المسلمة في العالم. قلت كان في زيارة لها لمدينة لقصرها في مدينة شانلوكار دي براميدا، شانلوكار دي براميدا، وتسمى بالعربية شانلوقة، شانلوقة تقع على البحر قرب مدينة قادس. بينما كان في زيارة لها بدأت تطلعه على بعض الأسرار، ومن الأسرار التي أطلعته عليه أنها أدخلته إلى قبوي قصرها فرأى منظرا عجيبا سبحان الله، رأى مسجدا متكامل الأركان من محراب ومكان للصلاة وأعمدة وما إلى ذلك ومفروش. أخبرته بأنها كان بينما كانت تقوم بالإصلاحات في قصرها إذ هدم جزء من حائط
القصر أسفل القصر، فتفاجأت بوجود يعني خزانة ضخمة من الوثائق وكذلك مسجد صغير. هذه وثائق خطيرة للغاية تثبت أن المسلمين اكتشفوا أمريكا قبل كريستوف كولومبوس بوقت كبير، وقد أصرت له كذلك بأن عائلتها كانت تخفي إسلامها. وهذه الدوقة تسمى بالدوقة الحمراء لأنها كانت مناضلة في الحزب الشيوعي أو الحزب الاشتراكي. قلت أن أخبرته بأنها تتوفر على مجموعة من الوثائق وما إلى ذلك. هذا حصل قبل أن يستشهد الشيخ أو الدكتور علي بن المنتصر الكتاني عام 2001 في فندق بمدينة قرطبة، حيث مات في ظروف غامضة. نصحها بأن تؤلف كتابا تشرح فيه هذه الأمور، وكيف أن المسلمين بما أن لها الوثائق والمخطوطات وما إلى ذلك، لماذا لا يعني تقوم بتأليف كتاب في هذا الأمر. دخلنا إلى هذا المكان الذي توجد فيه هذه الآثار، آثار هذه القلعة التي تعتلي قمة المدينة، هي أعلى نقطة في المدينة، والظاهر أنه كان قصرا لأحد الملوك الذين حكموا هذه المدينة. مدخل القصر، هنا بعض المعلومات بالإسبانية والإنجليزية. ثم نستمر في الدخول. أكمل القصة أحبتي في الله. قلت أن هذه الدوقة بعد أن نصحها الشهيد الدكتور علي بن المنتصر الكتاني رحمة الله عليه، مؤسس فقه أو علم الأقليات الإسلامية، بعد أن نصحها بتأليف هذا الكتاب ألفته ثم أهدته إلى ملك المغرب محمد السادس في إحدى زياراتها لها، يعني واستقبلها الملك وأخذ منها الكتاب. ثم أحبتي في الله، لها هذه المرأة لها قصة غريبة عجيبة في نهاية حياتها. فقد أخبرت الدكتور علي بن المنتصر الكتاني أنها لا تثق في الإسبان أو في يعني معظم الإسبان، وظنت بأنهم إن استولوا على مكتبتها الضخمة من الوثائق وما إلى ذلك سيدمرون تلك الوثائق والمخطوطات كما فعلوا بمعظم الوثائق والمخطوطات التي تثبت غير التاريخ الذي دونوه أو كتبوه. فهي تتوفر على مخطوطات خطيرة تؤكد أن المسلمين كانوا قد فتحوا أو وصلوا إلى بلاد إلى أمريكا قبل الأوروبيين، فبالتالي هم لن يرضوا أن يأتي أحدهم ويفند كل المزاعم التي زعموها طوال تلك السنوات. فبالتالي أحبتي في الله، وبينما كانت على فراش الموت سنة 2008 اهتدت إلى خطة عجيبة حتى تحافظ على تلك الوثائق. وهذه الخطة أحبتي في الله تتلخص أو تتجلى في أنها وهي على فراش الموت وساعات فقط قبل الموت تزوجت بسكرتيرها الذي كان يعمل معها وكانت تثق فيه منذ عام 1983، تزوجت معه وهي على فراش الموت حتى تضمن أن تلك المخطوطات لن تستولي عليها الدولة وبالتالي تدمر ما تشاء وتترك ما تشاء. وهذه والله أعلم خطة أرشدها إليها أحد الأشخاص حتى تحافظ على الإرث، وبالتالي هذا الشخص الذي كانت تثق فيه ثقة عمياء قررت أن تعمل معه هذا الزواج المدني ساعات قبل موتها وهي على فراش الموت حتى تحافظ على هذه المخطوطات من وضع يدي الدولة عليها. فسبحان الله، هي قالت بأن آبائها وأجدادها كانوا مسلمين، وبالتالي يعني كان لها نظرة غير نظرة الإسبانيين الآخرين. شرح آخر للمنظر البانورامي الذي نقف الآن عليه يشرح
من كلتا الجهتين أسماء رؤوس الجبال والأماكن التي توجد قرب هذه المدينة. هنا يقولون لأن أفريقيا في هذا الاتجاه، ثم البحر أو المحيط الأطلسي، ثم مدينة قادس كما شرحت في بداية الفيديو هناك، ثم أماكن أخرى. ثم أحبتي في الله، نظرة بانورامية ختامية على أعلى مكان وأعلى قمة في هذه المدينة الصغيرة. ولمن أراد التأكد من المعلومات التي ذكرتها في الفيديو فعليه بالرجوع إلى الإنترنت وليكتب فقط كلمتين دوقت سيدونيا وستأتي كل هذه التفاصيل التي ذكرتها. ولمن أراد التأكد من معلومات الزواج وما إلى ذلك فعليه كذلك أن يكتب دوقت سيدونيا أو دوكيسا سيدونيا باللغة الإسبانية أو الإنجليزية ليرى ويقرأ هذه التفاصيل التي المثيرة التي ذكرتها في هذا الفيديو. تحياتي. ونحن نستعد للخروج من هذه المدينة المسماة مدينة سيدونيا. صادفنا هذا المبنى الضخم على شكل مسجد، ويظهر أنه يعني مطعم كبير أو قاعة للأفراح والمناسبات. سبحان الله، بصومعة ثم بأقواس وأبواب وما إلى ذلك، كل شيء يدل إن رأيته من بعيد على هيئة مسجد أندلسي أو مثل بعض المساجد التي بناها المسلمون حديثا في فرنسا وفي بلجيكا، تجدها على هذا النحو. سبحان الله، طراز المعماري الأندلسي لا زال يجتذب الإسبان لحد الساعة، فيتفننون في بناء بعض آثارهم و أحيانا قصورهم وبعض المطاعم على شكل مساجد. سبحان الله، رأيته من بعيد تظن أنه وكأنك آت إلى مسجد، لكن يظهر فوق اسمه أروماس دي ميدينا أو أذواق أو نكهات المدينة. سبحان الله، يشبه المسجد. هو مقفل الآن لكن أنا عرفته فقط من الكراسي الموجودة هناك، وهذه يعني الزجاجات العملاقة أو الواسعة، عرفت أنها قاعة للمناسبات أو قاعة للأفراح. انظروا الأبواب هنا، سبحان الله، حتى الدرج إلى رأس المئذنة على شكل المساجد على الطراز الأندلسي المغربي، كأنه مسجد ضخم وكأنه مسجد في أحد بلدان المغرب العربي أو المغرب الكبير على وجه الخصوص، حتى لا ينزعج إخواننا الأمازيغ من لفظ المغرب العربي. تحياتي، محدثكم زكريا الصالح، هذا آخر ما سأصوره في هذه المدينة مدينة سيدونيا. نلتقي في مكان آخر إن شاء الله وعجيبة أخرى من عجائب بلاد إسبانيا. تحياتي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.